يا ابو يحيى دي مسكها يا يحيى دي يا ابو يحيى اخويا علاش كيفاش حاجه جاتك لي دي باش دير عندك مهدي راح نجي جاتني لي دي اختدم تمني نشوف ابو يحيى في الحبس ونكتل له نجيب له كونكينه الياوت ماشي غير هاد القبه لاخاطش هو قال لنا ما تاكلوش الياوت ماشي لازم تاكلوا الياوت وجوع الكلب هذيك الكلمه هذيك اللي تحرق الشعب تاع الجزائر كامل اللي جا لهنا حنا ما جابينا نشوفوه في الحبس ويخلص واش دار اليوم الشعب اليوم الشعب فرحان يا يحيى اليوم الشعب فرحان كيفاش كان موقف